باجتماع يعد الأعلى مستوى بين الولايات المتحدة وروسيا منذ قمة هلسنكي، بومبيو يتوجه إلى روسيا للقاء بوتين. وزير الخارجية الأمريكي يحمل معه ملفات وقضايا هامة، من المتوقع أن تكون محور المباحثات الثنائية مع الرئيس الروسي ووزير خارجيته في سوتشي الثلاثاء. مسؤولون في الخارجية أوضحوا أنه ورغم الانقسامات العميقة بين واشنطن وموسكو في ملفات كثيرة، فإن المحادثات ستكون صريحة ومباشرة ولن تخفي قلق واشنطن من الدور الروسي في بلدان عدة، أبرزها فنزويلا والأزمة في سوريا، فضلا عن النزاع في أوكرانيا، مضيفين أن بومبيو الذي سيلتقي بلافروف للمرة الثانية خلال أسبوعين سيضغط لتحقيق تقدم خصوصا في مجال التزامات الحد من التسلح. يشار إلى أن زيارة بومبيو الأولى إلى روسيا وهو في منصبه تأتي بعد نشر تحقيق المدعي الأمريكي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، والذي خلص إلى عدم تواطؤ فريق حملة ترامب في ذلك. ملوك الشيخ، العربية.